فجعلهم كعصف مأكول. هذا مش نتيجة السجين. أول شيء طيور بقطعان قطعان، إذا صح تشبه قطعان الإبل الضخمة، تأتي إيش؟ متناوبة، واحدة بتجي اللي بعدها متفرقة، تمام؟ لكن جعلهم كعصف مأكول. طب إيش العصف؟ الآن إيش العصف؟ في محل ثاني في القرآن والحب ذو العصف والريحان. لو أخذنا القمح كمثال مشان نعرف العصف، لو أخذنا القمح كمثال، في عندنا الحبة وبيحيط حولها السنبلة، وعلى الساق نفسه في إيش؟ أوراق ناشفة بتكون في الأخير ناشفة. إذا كل هذه السنبلة نفسها، هذا في موضوع إيش؟ قمح. السنبلة نفسها يعني الشيء اللي بيغطي القمحة مع السنبلة ثم الأوراق اللي بتكون على الساق، هذا هو العصف. وأي شيء بيشبهه مثله، لأنه الناس في النهاية بتأخذ الحب وبعدين بتترك دوابها في المرعى، تيجي الدواب شو بتعمل؟ بتصير تأكل هذا التب اللي بنسميه تبن إحنا، البقايا هاي اللي بتركوها الفلاحين في الأرض، بتصير تأكلها تنتشها وتأكل وتأكلهاش كلها إذا بتلاحظوا، تقضم وبتترك. فإذا لاحظوا هذا العصف. فلو قلت اليوم تبن وقصل وتفاصيل بيمشي، طب ليش مأكول؟ هل أكلته مثلا قرضة القوارض مثلا، ولا البهائم يعني أكلت جزء وتركت جزء محطم نتيجة الأكل والمشي من الدواب والتفاصيل هاي كلها؟ إذن هم أصبحت أجسادهم أصبحت تشبه هذه الصورة، صورة لاحظوا نقول التبن والقصل والتفاصيل هاي كلها اللي داخلة في دواب وآكلته. لما بتكون آكلته بتكون مكسرة وقاضمة جزء وأجزاء تاركتها لما بتطلع بتقول. انت بتعرف على فكرة الأرض، لما بتيجي على الأرض بتعرف انه هاي مأكولة ولا لا، نازلة فيها ولا لا مأكول حسب ما بوصف العرب، انه كانت لحومهم تتساقط، حتى ابراهام نفسه بقيت ساقط وحملوه وصلوه صنعاء وهناك صدره انفتح ومات. فمعناته ممكن لو بيجوا ناس عندهم علم وخبرة واطباء وتفاصيل بقعدوا يشوفوا القصص ممكن يقدروا ايش اللي اصاب جلودهم حتى انكشفت عن عظامهم وتساقطت. هل الجدري او الجدري بيعمل هالكلام؟ الجدري ما اتصورش بيعمل. الجدري كل الموضوع هو حبوب في النهاية اذا طابت بتترك بثور بشيك، لكن هي الضخامة تكمن في القطعان هاي، الاسراب، اسميها اسراب احسن من قطعان، الاسراب التي تشبه في ضخامتها قطعان الابل، ومن هون قال ابابيل. تمام. فجعلهم كعصف مأكول. اما سجيل هو اي ساعة بأذن قديش؟ طيب، لانه بلاش يضيع علينا فجعلهم كعصف مأكول. يبدو السجيل السجل فيه المعاني التالية. السجل فيه معنى الإدرار، فيه معنى الانتشار، فيه معنى الصب، يعني عفوا لما تعبي دلو بالماء ولاحظ هذا بسموه سجل،
لانه ايش بكون معبى وطفح وبده ايش بده طفح وبده يفيض طفح وبده يفيض. ولذلك صار يستخدم السجل في موضوع الادرار. يعني مثلا هلكت اللي كانت برضو الدب عفوا البقرة مثلا اللي ضرعها ملآن برضو لانها شوية صغيرة وشو بتعمل وبتدر. اذا صار فيه معاني الدر سجل ايوة مليان بكون مليان مليان مية وبديروه مش هيك. اذا هو اذا وفيه انتشار فيه معنى انتشار. الحرب سجال دخلتنا موضوع تاني ماشي لانه المساجلة اصلا معناها المحاورة كل واحد بده يبطل فعلى ما يبدو انه هذه الحجارة كانت يعني فيها شيء مملوء بشيء بطلع منها بتدر. اليوم بتدر تشوف مليانة. ولذلك ليش كانت مغلفة بطين هي في عند كوم روت مغلفة بطين مشان ما تصبش اللي مش مقصودين مشان لما تنضرب بعدين الطين بتفتت بتطلع بس يطلع الموجود فيها. يعني مثلا في قوم لوط كان واضح بس بل احنا كنت مفسرينها زمان كان واضح في قوم لوط انها مشعة اشعاع. واليوم مسميه ايش العناصر مشعة. شو ميزة العناصر المشعة اصلا انها تفقد لحظة العناصر المشعة ميزتها تفقد بتدر بس تعطي 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 بظلها تدر على فكرة تعطي تنتشر. كل المعاني هاي موجودة في السجل. في السجل فيه معنى الارسال برضو ارسال اشي محبوس بترسله بترسل ارسال اعطاء. فعلى ما يبدو هذه الحجارة اللي كانت في قوم لوط وهو نفس الشيء هي فيها شيء بتدره. هل هي بتشع يعني بتشع شيء وإلا شو اللي حول ولا هي كيماوي عفصا مش كيماوي قصدي جرثومي ولا هي جرثومي تطلع فيه لما تسقط في الارض بتغي. اذا هذا ممكن في قصة لوط تصير اوضح لانه في قصة لوط واضحة تماما انها اشعاعات واضحة تماما انها اشعاعات بس الان مش موضوعنا اذا بتحبوا بس لانه بعضكم بجوز سمع تفسيرها في يوم من الايام قبل 10 سنين او اكثر. ممكن نفسر قوم لوط كيف تم ابادتهم وكان واضح انه في اشعاع في اشعاع. طيب اذا السجيل هذا اذا من السجل فيه معنى الادرار في اللي ممكن نسميه لهم اشعاع الارسال تعطي مليان وبفيض وتفاصيل تفاصيل. طيب فجأة لهم كعصف مأكول اذا ومن هون نصير نفسر ايش يعني تساقطت لحومهم وتفاصيل. اذا لازم هذا اهل العلم اللي يصيروا يشوفوا شو ممكن تكون هذه الحجارة. وصفت من بعض اهل مكة انها كانت سوداء فيها حمرة ويبدو الاشعاع بيكون في الحمرة افهموها سوداء زي ما وصفت في بعض الكتب كانت حجارة سوداء فيها 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 احمرار سوداء فيها احمرار. هاي صارت هاي معلومات اكتر هاي معلومات اكتر. طيب هون كان خلينا نركز على القضية التالية. طيب اذا بتحول شوية احنا جينا للمهم